قبل ما خلص الفقره دي انت ليه ما غنيتش؟ لا الغنى مش في امكانياتي. ممكن ادي اللحن يعني اقوله صح، اعرف اوصل لك اللحن كويس، فلو عندي دور فيه ان انا اقول اغنيه او حاجه ممكن اعمله، لكن ان انا احترف الغناء لا طبعا. محمد رمضان مطرب ولا مؤدي؟ محمد رمضان ممثل رائع وبيعمل اغاني كتير حلوه. بيعمل مؤدي؟ يعني هو انترتينر، خليني اقول على محمد رمضان انترتينر رائع. طب ممكن تلحن لمحمد رمضان؟ ممكن طبعا. مستنيينكم مع بعض. خلص